بمنتهى الموضوعية، بمنتهى الحيادية، والله كان قصة وحكاية ورواية. دايما المهاجم كده ليه مواصفات، يعني انه يبقى قوي، يبقى سريع، يجيد العاب الهواء، يا سلام لو بيلعب برجلين اتنين. هو كان عنده كل ده وزيادة عليهم كمان ستايل، يعني تحب تتفرج عليه وهو بيلعب كورة، والكورة بيستلمها ازاي وبيجري بيها ازاي ويفنشها ازاي. ببيتو او علاء ابراهيم طبعا ضيفنا، وواحد من المع نجوم مهاجمي الاهلي طبعا في فترة لعب فيها الحقيقة ومتع جمهور وحقق نتائج وبطولات مع النادي الأهلي، بشرفنا النهاردة في السادسة. مساء الخير يا كابتن علاء. مساء النور. أنا سعيد جدا في قناتنا وعشقنا وحياتنا كلها. الحقيقة الواحد لما بيلعب في النادي الأهلي كل محور حياته من أول ما دخل النادي لحد ما يعني لما الروح تطلع لبريقها زي ما بيقولوا بتدور في فلك النادي الاهلي. ربنا يديك طول العمر والصحه يا كابتن علاء، منورنا ومشرفنا في بيتك طبعا. وانا الحقيقه يمكن عندي موضوعات كتيره جدا يعني حابب اتكلم فيها معاك، بس الاول في شريط ذكريات عدى كده ولقطات واهداف ونجاحات وبطولات، يعني اكيد حرك حاجات جواك. اكيد طبعا الواحد بيبقى سعيد جدا لما يبقى فيه يبقى جزء ولو جزء صغير في كيان كبير زي كيان النادي الاهلي. الحقيقه يعني الحمد لله كنا لينا الحظ ولينا النصيب وربنا كتب لنا ان احنا نبقى في نادي كبير زي نادي الاهلي. حتى بعد ما بطلنا بنبقى سعداء بالانجازات واللي بيحصل في النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وحاجه يعني بالنسبه لنا بتبقى حاجه يعني تاريخيه بالنسبه لنا. فالحمد لله الواحد بيشكر ربنا طبعا، يعني النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني زي ما قلت لحضرتك بندور حوالينه من ساعه ما دخلنا النادي، من اول ما دخلنا النادي لحد هذه اللحظه واحنا بندور حواليه لحد ان شاء الله ما يأذن ربنا سبحانه وتعالى. انت بالتاكيد قصتك يعني قصه نجاح ما فيش شك مع النادي الاهلي، فيها كتير من الحاجات اللي اتعلمتها، الحاجات اللي ضافت ليك في حياتك كلها مش بس جوه الملعب، وفي حاجات ممكن حتى كمان تنقلها للي جاي. يعني احنا هنتكلم على اللي جاي النهارده طبعا بالتاكيد معاك. اهم حاجات استفاد منها كابتن علاء ابراهيم من مشواره جوه النادي الاهلي؟ يعني بص، النادي الاهلي موضوع مختلف، موضوع مختلف. حتى اللعيبه اللي بتيجي بتفكير يعني يكون غالب عليهم يعني الناحيه الشخصيه شويه الدنيا بتختلف معاهم، ما بيكملوش. المصابره والاجتهاد والتعب هو ده اللعيب اللي بيخش النادي الاهلي، هو ده اللي بيستمر في النادي الاهلي. انا جاي من المنيا، بس كنت وانا بلعب وانا صغير متحمل مسؤوليه، يعني متحمل مسؤوليه بيت كامل، عيله كامله، متحمل مسؤوليه نادي كبير زي نادي المنيا. جيت النادي الاهلي ما اختلفش كتير، بقيت اشتغل واتعب واجتهد لحد ما وصلت الحمد لله. انا يعني يمكن راضي في الفتره الخمس سنوات اللي انا قضيتهم في النادي الاهلي، الحمد لله راضي بشكل كبير جدا على اللي انا قدمته للنادي الاهلي. انت لعب جنبك مهاجمين كتير في النادي الاهلي، يعني كان معاك في السكواد كابتن حسام طبعا، فاروق وبلال، فاروق وبلال طبعا، وعلي ماهر، وجي بعد كده روبرت اكوراي وايفيلينو. لا مدربين ده اللي جه قبل كان اخر حاجه كان الجيل اللي طالع بعدين كان حسام حسني كمان. وكان طالع عماد متعب، يعني لسه بقى طالع الفتره دي شويه. المنافسه كانت صعبه اكيد. النادي الاهلي يعني يختلف عن الفتره دي الحقيقه. لا كان النادي الاهلي خمس ست فراوده والفتره اللي كان فيها كمان الكابتن حسام كنا كلنا بندور في واحد. مين اللي جنب كابتن حسام؟ جنب حسام حسن طبعا. لما مشي كابتن حسام لا وسع السكه وخلى القاعده بقى توسع شويه. بدا بقى اثنين غير ما كنا بتشتغل على رقم واحد. لكن كان في انا كل سنه من الخمس سنين اللي قضيتهم في النادي الاهلي في منافسه بينه وبين خمس فراوده رؤوس حربه جامدين جدا. الحقيقه النادي الاهلي السنه دي تطلع واحد تطلع اثنين، السنه اللي قبلها برضو واحد اثنين. ندره في شويه في المهاجمين.